كان نفسنا يجي صاحي، كان نفسنا يجي صاحي ونكبر راسه ونكبر رجله ونبوس دماغه ونشكر على اللي علمه لنا، لكن للاسف اجى ميت، للاسف الشديد جه ميت. لو كل كلامه كان كلمه حق لله عز وجل، ما قالش حاجه في حد، ما حرضش على الارهاب، ما حرضش على العنف. جيت من القاهره مخصوص عشان اصلي بجنازه الدكتور عمر، بيمثل لي حاجه كبيره جدا وبيمثل لكل جيلنا حاجه كبيره جدا، عالم جليل.